مرحبا اعزائي برحب فيكم مجددا على بيروت فريجرنس باشن كل شخص جديد على القناه بتمنى يعمل سبسكرايب اليوم نتابع مع العطور الرخيصه اللي ممكن تلاقوها بالسوبر ماركت عطور بمتناول بيمتن... الجميع كل واحد بحب يتعطر يكون ريحته حلوه ما بده يدفع كتير مصاري او ما عنده القدره يشتري عطور غاليه ديزاينرز او نيش في يخ... في لاقي عطور بالسوبر ماركت اي سوبر ماركت قريبة ع بيته بلاقي عطور مقبولة سعرها كتير مقبول وبرش منها وما بكون دفع كتير مصاري وبذات الوقت بتكون ريحته حلوة العطر اليوم من جوفان او يوفان بلاك ماسك هذا آه من عطور جوفان عندي اربع عطور الماسك العادي الاساسي القديم كلنا منعرفه الوايت ماسك أه وعندي واحد اسمه سكس ابيل وهيدا بلاك ماسك أه هيدا تم اصداره عام 2009 أه بيجي تركيزه اود كولون والساعة 88 ام شوفوا شو صارف من الزجاجة أه ياس غريب 88 ام ال هيدا السبراير السبراير كتير منيح صراحة طبعا مع انه شكله اولد سكول بس العطر ما له علاقة بال بالتسميه يعني تسمية بلاك ماسك بتفكر رح يكون عطر شتوي في في تقل في جلد في شيء بلاك لا ما بلاك فيهم كانوا يسموه بلو ماسك اذا بدكم التسميه لتتناسب مع العطر او هذا عطر لانه فريش له طابع الشاور جل اوكي وهيدا اكثر عطر عصري من عطور جوفان اللي كلنا بنعرفها هذا عطر بحكي العصر عطر عصري منه اولد سكول أه... النوتات يعني اللي بقدر ما ما قالوا نوتات على الفراجرانتيكا انا اللي قدرت شوية حمضيات بيرجامونت او ليمون في حمضيات في شوية بهارات أه... في لافندر بقدروا تشموه مزبوط الخزامة يعني أه... في لمحة بودرية لمسة بودرية هيك ناعمة أه شوفوا هيك لون العطر يوحي اصلا بالخزامة هيك لونه بنفسجي مثل لون الخزامة أه قلتلكم عطر عصري لبل هو الاكثر عصرية بين عطور جوفان كلنا بنعرفه أه الاداء أه في يقول اداء اقل من وسطه ثلاث اربع ساعات ثلاث <applause> اربع ساعات ثبات الفواحين اول ساعة وسطي اول ساعة لازم تكتروا منه هذا العطر مشان هيك تاخدوا هيك شوية اداء اكتر الفصول لهذا العطر ربيع وصيف قلتلكم عطر فريش إطرائات لا بأس صراحة وقت حط منه هذا العطر انا بحطه وبكتر أه بتاخدوا عليه اطراقات خاصة اول ساعة ونص من عمر العطر إذا كنتوا بمحل في في حواليكم أشخاص راح يلاحظوا العطر لأنه عطر حلو كريحة عطر حلو رح تأخذوا تاخدوا إطراءات بأول ساعة ونص أهم شي بهذا العطر إنه سعره عشرة دولار فقط بتلاقوه بعشرة دولار سعر كتير مقبول ومثل ما قلت لكم بمتناول الجميع فيكم تشتروه وترشوا قد ما بدكم وما تسألوا. بس العطر جميل كريحة حلوة من عاطل أبدا أه هيدا هو إذا أعزائي جوفان بلاك ماسك من شركة جوفان أه أكيد بنصحكم فيه مشان هيك كل يوم اللي عنده بده يروح على الجيم مثلا هيك في يستعملوا بدل الديودورون ضل افضل اداؤه من الديودورون وبتستعملوا هذا اودو كولون ما ابدا ما تنسوا تتابعوني اعزائي ونشوفكم فيديوهات جديده